أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الفلاح. علق انت. حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا اللهم على من عادانا. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها،
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعنا معهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبة الإيمان، الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم سيكون تحت عنوان إياك أن تنزع الدرع الإلهي الواقي عنك. العنوان مني ومضمون المقدمة استفدته من إحدى الرسائل التي وصلتني. السوشيال ميديا على الرغم من كثرة سلبياتها إلا أن فيها أيضا خيرا عظيما. بعض الأحيان تأتيك خلاصات العقول من الناس في أفكارهم واختياراتهم. وصلني تحت وسم أو تحت هاشتاغ من اختيارات القرداغي، ولعله الدكتور علي قرداغي، ينقل عن الصحابي أويس القرني العبارات التالية. فهي عباراتهم عبارات صحابي منقولة، وإن لم يكن السند صحيحا فليس لنا أصلا سند لهذه، قالها أحد العلماء. يقول هذا الصحابي كما هو منسوب له رحمه الله، سأقرأ النص ثم أبني فكرة العنوان عليه، وهو تذكرة لي قبلكم جميعا. يقول أويس القرني رحمه الله: لو أن رجلا مشى في طريقه لملاقات عدوه فأثقله درعه فخلعه. تخيلوا الصورة التي رسمها هذا الصحابي، بسيطة جدا جدا، يريد أن يوصل قضية خطيرة تتعلق بأعظم قضايا وجودنا في هذه الدنيا، الحرب الأزلية بين الحق والباطل. انظر كيف لخص هذا الصحابي وكيف رزق القدرة على التبسيط. قال: لو أن رجلا ذهب لملاقات عدوه، فالنقطة أن لك عدو أنت ذاهب لملاقاته، عندك حرب الآن، رايح ساحة حرب. قال: فأثقله درعه فخلعه. تعرفوا القتال كان سيف ورمح وسهم، فالدرع شيء أساسي. قال: فأثقله درعه فخلعه، وأثقله سيفه فرماه. ثقل عليه الحديد رمى، وثقل عليه وزن آلة القتال، قال فرماه، وأثقله طعامه وشرابه فتركهما، ثم لاقى عدوه حاسرا حاسرا أعزلا جائعا فأنى له أن ينتصر. هذا واقع يمثل. يكمل قال: كذلك من، والآن تبتدأ الرسائل التي أنا شخصيا شعرتها وكأنها شاكوش يطرق على رأسي. قال: كذلك من ثقل عليه الذكر فتركه، وثقلت عليه السنن الرواتب ففرط فيها، وثقلت عليه أداء الفرائض في وقتها فأخرها، وثقلت عليه الأوامر الشرعية في أغلبها فهانت عليه، ثم يشتكي سوء حاله ومعيشته ويشكو تسلط الشيطان على قلبه. مسكين ذلك الإنسان صرع نفسه قبل أن يصرعه عدوه. انتهت الرسالة. ولا أدري، لعل كلام القرداغي تداخل معه الفكرة، الصورة المرسومة. يقول لك: نحن تقريبا جميعا نشكو من مشاكل كثيرة في حياتنا، يشكو من سوء حاله أو سوء معيشته وتسلط الشيطان على قلبه. فالرسالة هنا مستنبطة من روح الدين: احذر، قد يكون السبب في قدرة الشيطان على قلبك ووسواسك وضعفك ونكدك وسوء حالك هو أنك تخليت عن وسائل القتال والدفاع التي صممت أصلا من لدن حكيم خبير لتؤدي هذا الدور. فيبدو أني وأنك وأنك وأننا وأنهم، نحن جميعا نسينا أو نسي بعضنا أو كثير منا، فتخلينا عن الدرع وتخلينا عن السيف وتخلينا عن الرمح بالمعنى المجازي طبعا. حد يفهم غلط يجي واحد يترجمها. فتخلينا عن الطعام والشراب. لذلك أنا أسميت الخطبة إياك أن تنزع الدرع الإلهي الواقي عنك. فالله حينما قدر وشاء وشرع وصمم هذا الشرع فأمرني وأمرك بالذكر والصلاة والتوبة والدعاء والاستغفار
والفرائض هو لم يضعها لأن ألوهيته ستزداد إذا أنا فعلت. قل لن ينال الله إيش؟ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم. فأنا حينما أسير على السيستم أنا المستفيد وليس الله، هو وضع القانون لأجلي. حينما لا أشرب الخمر ليس الله المستفيد، حاشا ربنا، أنا اللي بستفيد أني لن أفقد عقلي، وأنا اللي بستفيد أني لن أكون بلحظة ما أشبه بالمجنون فأطلق زوجتي أو أضربها أو أقتل ابني ابنتي وأنا غير شاعر لأني سكران. فالقانون وضع لحمايتي، فإذا أنا تركت تنفيذ القانون أنا الخاسر. الذكر صمم لا للإثقال علي وإنما لإعطاء الدعم الروحي. فأنا كإنسان الذي صممني وخلقني الله، خلقني من أجزاء ثلاث رئيسية: عقل وروح وجسد. وبالفطرة أنا أخذ الطعام لأجل جسدي، وبشيء بسيط من التفكير أخذ العلم لأجل عقلي. لكن كثيرا من الناس يغفلون عن أن كما أن لجسدي غذاء ولعقلي غذاء فإن لروحي غذاء. القلب والروح تحتاج إلى الذكر، غذاؤها ذكر تتواصل مع. لذلك كنا نشرح في الدرس قبل أيام، وبالمناسبة من كان عنده وقت وأراد أن يشرفنا، نحن في كل ثلاثاء في هذا المسجد عندنا درس في تفسير القرآن باللغة الإنجليزية بين المغرب والعشاء إن شاء الله. فكنا نتحدث عن الصلاة، وصلنا عند قول الله تعالى من بداية سورة البقرة: ويقيمون الصلاة. فجلسنا ساعة كاملة ونحن نتحدث عن معنى إقامة الصلاة. الذي يعنيني هنا الصلاة أصلها في اللغة دعاء. الصلاة معناها الاصطلاحي هي هيئات مخصوصة نقوم بها طاعة والتزامة للأمر، فنقف ونتوضأ قبلها، ثم نتوجه للقبلة، ثم نكبر، ثم نركع، ثم نسجد. لب ما يذكر في الصلاة ما هو؟ ذكر. القرآن ذكر، الله أكبر ذكر، التسبيح ذكر، التحميد ذكر، كله ذكر. من أذكر؟ أذكر الله العظيم. السبب أنا محتاجه. صلة أصلها صلة. إذن ومن اسمها يؤخذ معناها في اللغة، وهذا من ذكاء عجائب اللغة العربية، لغة القرآن ولغة أهل الجنة، والله الذي خلقها وصممها، مش إحنا اللي اخترعنا اللغة العربية، الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذه اللغة. لغة ساحرة، لغة عجيبة. الصلاة من الصلة، والصلة connect connection. فأنت تصلي ليش؟ غذاء الروح رقم واحد. فليس الهدف منها الشكل ولا الوقوف ولا الركوع، بدليل أنك إذا كنت فاقدا للطهورين ولا يوجد ماء لأي سبب من الأسباب تصلي، تتيمم، فاقد حتى لقدرة على التيمم تصلي بدون تيمم وضوء. طيب عندك سلس بول أو سلس ريح تصلي بدون وضوء وبدون إلى آخره. طب علي نجاسة بسبب السلس أصلي، تعبان أجلس لا أستطيع الجلوس، أستلقي لا أستطيع حتى الاستلقاء، صلي أنت نائم. طيب جسمي لا يتحرك، أجريها على عينيك، مش قادر عينيك، رموشك على قلبك لا تسقط عنك. ليش؟ لأن المصمم الذي صممني وصممك يعلم أنك بحاجة بالدرجة أن تكون على صلة به، فصمم لك ما يوصلك ويوصلني به باختصار. فإذا أنا أخذت قرارا بالديسكونكشن فأنا الخسران. أنا ألقيت عن نفسي ولله المثل الأعلى، الدرع ولله المثل الأعلى بلغة العصر الآن، بلغة ولله المثل الأعلى. هذا الموبايل صمم لخدمتنا، في عليه شيء اسمه الداتا، كلكم بتسمع السمارت فون، في عندك الداتا وعندك الجي بي اس وعندك الكذا، هو مصمم ليرشدك أين تذهب ولتعرف حسب الجوجل مابس أين أنت وأين تذهب. أنا قررت أعمل disable للداتا، هل سأستفيد من جوجل؟ أنا أوقفت فعالية أخذ الاتصال في الإنترنت، هل سيصلني شيء؟ طبعا المخابرات تصلني، موضوع ثاني هذا، هذا this is another question. أوكي أنا لن أعرف أين أنا. ماشي، أنا لن أستطيع أن أعرف أين. فالمشكلة التصميم مصمم لخدمتي والداتا موجودة في الفضاء، مطلوب مني أن أضغط كذا حتى تأتيني المعلومات لأعرف موقعي من الإعراب. أنا بأوكفيل عدم مؤاخذة ولا بميسيساغا، طبعا أنا أريد أن أذهب إلى فرضا تورنتو، فإذا به أجد نفسي بنياغارا فولز. المشكلة عندما تخليت عن السلاح الذي يرشدني، كمثال عم أبسط
المعلومة، وهذا لب الموضوع. فقلت بعد أن قرأت هذا كتبت ما يلي، قلت: نحن في مواجهة مفتوحة مع أعتى وأخبث وأحقر قوة في الكون. من هو أحقر قوة في الكون؟ إبليس وحزبه، إبليس وجماعته. فهنا آتي فقط لأذكر نفسي، أنا أذكر نفسي قبل أخواني وأخواتي بهذا. نقرأ من سورة الأعراف القصة التي تعرفون، لكن نريد أن نذكر أنفسنا، لأن أويس القرني لما ذكر قال: أنت ذاهب لملاقاة عدوك. هو فعلا ضرب على الصميم. إحنا شغالين مع عدو 24 ساعة، شغال فينا 24 ساعة. فإن كنت أنا قد نسيت، أو الأحبة بالإخوة والأخوات نسوا، دعونا نتذكر ما قال الله لنا عن هذه المعركة. سورة الأعراف من الآية 12: قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. الآن شوف تفصيل نوعية المعركة. بوقاحة إبليس قال: فبما أغويتني، يعني بتحط حق عربدة، بس هذا this is another story. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني ربنا عم بعلمنا عن حوار خاص، وعد عن أعتى عدو لنا. قال له: يا ربنا أعطيني عمل فرصة. قال له: أنك طبعا في آيات أخرى: إن عبادي ليس لك. ها الموضوع مشان ما نأخذها مقتطعة، هو الآن أنا فقط بدي أعرف إنه العدو أعلن من أمامه. طبعا هذه كناية عن إيش؟ من بين أيديهم من خلفهم أيمانهم من شمائلهم ولا تجد، كناية عن يعني لن أترك وسيلة لحربهم إلا سأفعلها. وكل عصر له عناوين، المضامين واحدة، العناوين انساها. العنوان قد يأتي تحت اسم ليبرالية، العنوان قد يأتي تحت اسم تحرير المرأة، العنوان قد يأتي تحت حقوق الأطفال، وما أدرك قد تأتي جماعات الآن ويقول لك: من حق الطفل يقرر أنه يريد أن يقيم علاقة جنسية مع واحد حبه بالطريق. أنا شو خصك أنت فيه؟ مستغربين؟ تأتي بعض الدول الأوروبية يناقشون هذا الموضوع الآن. هل تعلمون اللي بسموه البيدوفيليا الآن يناقش في إحدى الدول الأوروبية على أنه قد يصبح حقا؟ تخيل. فالمشكلة موطن الشاهد لن يعدم وسيلة. قد تأتيك تحت مظلة علمانية متطرفة، قد تأتيك تحت حقوق إنسان، قد العناوين عديدة. المضمون في اللب إبعادك عن الله باختصار. وكيف تبتعد عن الله؟ تبتعد عن شرعه. شرع الله ليس حبة فستق تؤكل ولا قطعة كيك يتسلى بها الخمس دقائق. منظومة حياة، منظومة حياة عقدية فكرية سلوكية، عبادات، شعائر، قانون للعائلة وقانون للمال وقانون لللباس وقانون للعلاقات الداخلية والخارجية والشخصية والعائلية، زواج، طلاق، نظام حياة لا يوجد عند أحد، ربنا اللي صممه مش إحنا. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه، إحنا مطلوب منا فقط نطبقه وننفذه حتى نأخذ الفائدة منه. قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. لمن تبعك، الرجاء انتبه، يعني ربنا عم بفرجينا إنه اتباع إبليس إيش؟ قرار وليس إجبار. نرجع للآية هذيك اللي نختم فيها ونقرب، اللي ربنا سبحانه وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. هاي خطبة إبليس الأخيرة قبل ما نتوزع، أسأل الله أن تكونوا جميعا من أهل الجنة، قبل ما نتوزع جنة ونار، خطبة الأخيرة بنص القرآني. وقال إبليس، وقال الشيطان لما قضي الأمر، رح يوقف يخطب بالبشر. قد نكون إحنا 5 تريليون على فكرة، ما نعرفش، نعرفش عمر. بالمناسبة لا أحد يعرف عمر البشرية الحقيقي، ولا حد إلا الله يعرف عدد البشر الذين خلقوا من آدم إلى الآن. قد يكونوا 5 تريليون، ما نعرف. المهم هذول المليارات رح تكون واقفة، إبليس رح يخطب فيهم. ها
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. بس خلاص ما فيش، بس هذا الخواتيم الآن، وهنا موطن الشاهد عندي يفتح قوس. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم إيش؟ فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنتم بمصرخية مش راح تنقذوني، وما أنا بمصرخكم، إني كفرت بما أشركتمون. في ناس بيعلقوها على إبليس، تعرف بيكون ظالم إخواته ومرته وأمه وأبوه وسارق البلد كلها وساحل نص الشعب وساجنه وحابسه ولاعن اللي فوقيه والتحتيه. يا أخي الله يلعن إبليس يا شيخ، يزلم إبليس بتعلم منك يا رجل يا البعيد، إبليس بياخذ دروس عندك. وقال هذه الآية يجب أن تحفظ، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وهنا أويس رضي الله عنه ورحمه الله فقط ذكرنا بهذه المعركة، ذكرنا بهذه الوعود، وقال إياك أن تتخلى عن درعك وسيفك ورمحك وطعامك وشرابك. خلاصتها اصحك تترك كل ما يربطك بالله لأنه هو الدرع الذي يحميك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا وأصحاب الحقوق والواجبات علينا يا كريم. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين جميعا، واغفر لهم وتجاوز عنهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا والآثام كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.